شريت تليفون قول لي بصحة ايفون الاخوان واحد السؤال ديما كيتعاود كلشي كيقول لي بشحال شريتي البيسيكليت بشحال شريتي البيكالاب خوت راه الا قلت بشحال شريت الدرجه الهوائيه عمي الضلا غادي يسمع الثمن اصدقاء ثاني مجري لنا في الصاصات لي الله يرحم ليكم الوالدين كون ما درتش السطوري هذا كلشي ولا كيقول لي بشحال خوت نلقى شي حل السطوري الجاي وغادي يقول لكم شحال المهم بشي طريقه باش ما يفهمش الوالد ولكن عندكم توصلوا للوالد جوج حجرات ونص با هانيا هانيا ياك ما وصلتك شي اخبار ما وصلت ما وصلتك الاخبار لا والو صافي ما صافي سير رجعني لا صافي غير رجعني يا صاحبي وارجع واش ما وصلتك اخبار رجعني يا صاحبي كيفاش ما وصلتك اخبار رجع العزاز وبلان دير الله يديك صاحبي لا قول لي شنو كاين وامرك صاحبي فضولي سير رجعني يا صاحبي هو ما خرجش دابا ودير بحال تحت الليل عايش بالنهار عايش بالليل ودي سير تنعس على والدي صافي الاخبار في راسك زين عزاز الله يهديك وايلي اش هو داني كاع نقول لك شي لا نقول لي قول لي غدا غادي لمراكش ان شاء الله شوف الوليد اليوم راه الصباح راه قريت واحد الارتيكل في فيسبوك قال لك اودي الا جاب الله الناس اللي كيدويو في التليفون بزاف راه كيكون عندهم واحد الخلل في السمع حيت الموجات الصوتيه ديال من شهر 4 حتى شهر 5 الجاي راه كيكونوا خايبين بصح حاول دير موضافيون بقى دير موضافيون شي شحال من واحد كيعيط ليا صاحبي ايوا عشان دير موضافيون فهمتي باش الموجات الصوتيه راه خايفه التليفون باش الا جاب الله عيط ليا شي واحد التليفون صغير لا يا وا انايا كندوي لك انا التليفون كاع حيدو شي حد صاحبي قلت لك زعما الا بغاك شي واحد شي الا بغاك شي حد راه غيجي ويا ما تجيوش عندو علاش الا بغاك شي حد بهم صاحبي ويا والله ديك راه جوج حجرات ونص واحد القضيه راه ما البارح فاش قلت لكم راه غادي لمراكش راه ما كذبتش عليكم بصح غادي لمراكش الخوت غادي لمراكش شوف وبقاو حتى ل 12 غادي يشدوا الحراره تما غيطلعوا حتى لطابوكا غادي يشدوا من الصاد تما علاش ما تمشيو والوالد الله يهديك وطابوكا صاحبي راه طريق ديال الصويره وحنا غادي لمراكش صاحبي واش فهمتي البلان كي داير المهم دابا انت طلب لنا عطاك السلامه كلمه تجربه بين الاول اصلا بلا كلمه تجربه مابقاش جبدها ليا هي اللي دارت لي داك المرض ديال الحلق اللهم ودي نعرق ولا كلمه تيزو يلاه سير ودي معاك باش تبدلتي معاك هذا راه غادي يعرق راه اليوم غنمشي اليوم وغنجي اليوم المهم ناس مراكش حنا جايين وجدوا لنا شي طنجيه مطنطنا واليوم اليوم مثلا ويا صاحبي خلاص بعدا يا راه البؤر راه كاينين في مراكش واه وانا جيتي ندوش لك بالزيت اش هو دوش ليه بالزيت اوا ادوش ليه بالمازوط الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير غير هو واحد القضيه الناس ديال مراكش باز ليكم باز ليكم اجيا بغيت نسولك اخويا كيعيش في هاد مراكش هادي الكليمه تيزور عرفتي الا ما عندكش الكليمه تيزور غاسير هز الرحيل ديالك او بطلا قادير البارحه الخوت كنقلب على الشمس والله ما لقيتها انايا واخا ما كاينه الشمس ولكن الزميت الخوت المهم الحمد لله كاين بعدا واحد السبب اللي غادي يصبرنا على هاد الحراره هادي وهاد الصاد هذا هو ان باتمان عرض علينا الغداء ان شاء الله غداء ملكي شنو داير في الموني الميني داير جوج غداوات زيد البيض ومطيشه هادي زرده 5 هادي زرده 5 كيفاش البيض ومطيشه كيفاش جوج غداوات البيض ومطيشه راه البيض ومطيشه راه جوج غادي راه واش غدا صاحبي كتقول لي واش حنا ضربينا صاحبي لوتورو 3 سوايع ديال لوتورو تقول لي انا البيض ومطيشه بينا ما حطينا الله يحمي يديك سرسيخي سرسيخي لا السلام عليكم بينا ما عقم عليا الله يحمي يديك الباليزه الله يحفظك ليا بارك الله فيك الله يحفظك ليا خويا بارك الله فيك عز الاخوان جينا للمطار ديال مراكش ها باش نحطوا الخوادري ديال معاد حيت غادي لفرنسا حنا الخوت راه ما غاديين فين غير باش ما تقولوش لينا راه حنا المغرب هو المتوى ديالنا الاخير غنموتوا فيه وغنعيشوا فيه وغنزدوا خلينا من هادشي كامل وغادي زعما نتغداو نتغداو على الغدا الغدا الملكي ديما كنتواضع معكم الا في هاد السطوري هذه ما غاديش نتواضع معكم نوريكم الطروبيل فاش جيت الخوت الله اكبر شوف قالت ليهم
صاحب وصلنا لمراكش واستقبلنا السي عثمان مول مراكش. واش كاين شي غدا السي عثمان من الاخر؟ كاينين جوج غداوات. واش غادي والله البيض وماطيشه مي خصني السي عثمان ضاربين المدينه 9 كيلومتر البيض وماطيشه ودير لنا البيض وماطيشه راه جوج غداوات هذوك الاخوان. حذاري من الكليمه الناس اللي عندهم الحراره، حذاري من الكليمه الخطره اللي عاوتاني نفس البلان اللي طرا لي في الفواره في اخر خطره برت كانت سبابي الكليمه ودابا عاوتاني مرت بالرواح نيوفي كيسيلو وسبابي عاوتاني الكليمه. داك سقط والدين ديال عثمان قلت ليه ما تحلش الكليمه ومشى حلها كلتا ودي عليك في الله. ها اللي قلنا دابا بنادم غيشوفني غيهرب اي صحابوش كورونا هي راه غير الكليمه. المهم الاخوان جينا لمنارة مول استقبلنا خويا فيصل الله يحفظك ليا با فيصل. المهم هذا هو السبب علاش جيت لمراكش اساسا، جيت عند هذا الاخ هذا. انا علاش جيت لمراكش علاش جا بسخوط والدي، جا على القص بسخوط والدي. انا بغيت دابا غنعيق عليكم ونوريكم الغدا. شوفوا الغدا الخوت يا سلام العصير ديال الاناناس. فين عمر شاف دين امك الاناناس؟ يلا ميتو بلوتي تقريبا 92 غارانتي شي حاجه. ويا ما بغيتش باقي كاع خلي لي انا غا هذا راه دابا زعما ما شرينا كيقول لك تصاور عليكم بالريجيم. الريجيم شي حاجه مزيانه. غادي نوريكم دابا الغداء اللي وعدنا به باتمان. ها نتوما الخوت شوفوا البيض وماطيشه ديال السي عثمان. ها نتوما الاخوان يا سلام. واش فين هو البيض وماطيشه ديالك؟ فين هو؟ ها البيض. اي ها البيض ها الماطيشه كاينه معنا مع الفلفله هكاك. دابا انت درتي لنا غير الاغواء وداك الشيء. وكنقدموا تحيه للزوجه ديال عثمان، شكرا بزاف حيتي انت اللي وجدتيها. شكرا بزاف. شوف حدا قال وتزوجتي بالحداقه يا بسخوط والدي. هي اللي طيبات اصاحبي. ايه واش داك الشيء جا بارافيون؟ ولا يا مالبوطه اللي طيبات. اوه هادي سلمان اجيا سمكه القرب هادي واقيلا ياك. البعد اش من هو؟ ها هي صاحبي الدرد هذا واقيلا. المهم الاخوان الحمد لله عاد سالينا تعالجنا هو هذا كلشي بخير. معاد كي جاتك المعالجه وانت كاع عباس شوف الخوت الشياطه هذه هي اللي شط الكربينه. لا القرب بوي وهي القرب هذاك. المهم الخوت المهم كنبغي نشكروا خويا عثمان والاخت لمياء اللي وجدت لنا المعدوبه ديال الغداء الخوت. واخا ضحك عليا بسخوط والدي قال لي انا اللي كليتها سيرا بضحك. دابا مول الدار اللي عرف لي قال لك اضربوا القضيه بصح دابا اسمع لينا سير في حلقه صاحبي. المهم شكرا بزاف اخويا عثمان اختي لمياء الله يحفظك شكرا بزاف على العرضه. ان شاء الله الروتور في اكادير عندنا حنايا. مرحبا تاكلوا هذا دابا هذا راه الالي الروتور في اكادير. السيمانه الجايه غن في اكادير وغنوريكم اشنو غادي ناكل من عندهم. خوت عقلوا على هذا السطوري هذا. جينا عند الاخ فيصل ما تديوش عليهم. جينا عند الاخ فيصل الخوت قول لي بعدا بالصحه تليفون جديد وعاسير ويه مات ويه قبح الله وسعياك. شريت تليفون قولوا لي بصحه ايفون اكس ار عند با فيصل. هذا الاخ شوف ببساطه هذا واحد الماكينه الليزر جات من دنمارك ب 4 مليون فوق السوق. شوف بيتي انت جبت ب 20 مليون ماشي الليزر. هذا ماشي الليزر الخوت كدير الليزر فيها الليزر ياك بعدا شرحت لهم مزيان زعما. ها انتم الاخوان كيف ما كتشوفوا دابا راه كنختاروا الديزاين اللي غادي نديروا في هذا والو ما يضيع اي شيء. حنا دابا هذه غتجربها الخوت غادي غنجربوها ها هي بالليزر. من بعد غادي نديروها في التليفون ديالي ونشوفوا كي غتجي. في دابا هذه مكتوبه هذه ومكتوبه هذه مرسومه دابا صنطيحتين تكتب لي سير هو صنطيح. ها انتم الاخوان النتيجه الاخرانيه. المهم جربنا في هذا التليفون هذا كيف ما كتشوفوا راه الزجاجه الفوقانيه ما كتبقاش من الداخل ياك داك الشيء من الداخل تقصر ديك السباقه. المهم الخوت غادي نديروا والو ما يضيع وتحت منها هاشتاق الضاله باش التليفون الا جاب الله تشفر ليا مولاي تجبد تجبد ياك. يلا سير على الله الخوت دابا غادي نجربوا في التليفون ديالي سير. هيا كتبان هيا كتبان والو ما يضيع. الاخوان نوريكم التليفون اللي كنت كنسطوري به قبل. ها هو الخوت واحد الويت مشخشخ داك اللي تهرس ليا الخوت كيف ما كتشوفوا. دابا هذا اتساع الاكس اير في الطريق الخوت. الاخوان بالنسبه للناس اللي كيسولوني بشحال من حجره شريت هذا التليفون هذا بيني وبينكم الخوت واش فياج ديال الحجر. والله الخوتي لاول مره نفيق ونحس براسي بحال ضرب 6 سيريات السكوات و5 سيريات الصدر و4 سيريات لي زابدو 40 دقيقة ديال الكارديو.
الظاهر الإخوان، بما أنني أنا اللي فقت الأول، خالد باقي ناعس. أجول فكرة سندي اللي ما كد والو شي حاجة نيجي ولكن قد القرعة الموت ضرورة الصيفيق. الاخوان شفت دابا الميساجات كلشي كيقول لي دعي صحاب الباك، واش عندكم الباك ولا؟ والله ما جايب الدنيا خبر الخوت، سمحوا لي راه غرقت الناس ديال الباك. الله ينجحكم والله يستر لكم ان شاء الله، ويا ربي ان شاء الله. شوف ديما الانسان فاش غيبدا الامتحان الناس ديال الباك، قول في الخاطر ديالك ولا قول علانية باش اللي حداك يسمعك، ربي يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وان شاء الله ربي غادي يفقه لك داكشي وغتعرفوا. وضرب التمر والزيت العود والزبيب خلطهم ثلاثة. هذا الخوت راه غير امتحان دنيوي، يعني امتحان دنيوي كيدوز، يعني يقدر ترسب فيه يقدر تنجح فيه، فما بالك الامتحان الاخروي. فالخوت الامتحان ديال الاخره اللي هو كل شيء. شوفوا نتوما عزيزي المغل هذا، وكاين اللي ما هزش الهم الا من رحم ربه، كاين اللي ما هزش الهم لذاك الامتحان ديال يوم القيامه. فغير باش نقول لكم الخوت ضربوا على هكا وهكا، المهم الله يسهل عليكم الخوت، الله ينجحكم. فبكره جدينا حنا بمقلوب الخوت. الناس ديال مراكش غادي نقول لكم بسلامه الخوت، حتى الموعد اخر. دوزنا واحد النهار اللي واعر بزاف، واخا كانت سخونيه تكرملنا شي شويه، ولكن مزيان الانسان يبدل الجو شي شويه. راكم عارفين السخونيه راه كتقتل الجراثيم، وصل الجراثيم ديال تحت البيطار، فغادي نرجعوا ان شاء الله دابا لاكادير. المهم شكرا بزاف لاي واحد رحب بينا، وسمحوا لنا الناس اللي كانوا باغيين يشوفونا وما شافوناش، ان شاء الله مره اخرى فاش نجيبوا الوليد وتكون ان شاء الله شي بلان زاكيني ديال بصح، ونجيو ان شاء الله نديروا شي ميطاب هنا علاش لا.